الولايات المتحدة الأمريكية تدرج تسمية هيئة تحرير الشام وفصائلها على قائمة الإرهاب بعد محاولات الهيئة نبذ التشدد والتوجه للاعتدال. الهيئة العليا للمفاوضات تطالب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة على إخراج إيران من سوريا، ومصادر عسكرية تؤكد عدم انسحاب القوات الإيرانية من الجنوب. المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة تحذر من نقص التمويل اللازم لدعم اللاجئين والدول الحاضنة لهم. أهلا بكم. أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية تسمية هيئة تحرير الشام والتنظيمات التابعة لها في قائمة التنظيمات الإرهابية. وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن هيئة تحرير الشام هي الاسم الجديد المستعار الذي أطلقته جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة كبديل لاسمها في مطلع عام 2017، وذلك كوسيلة لمواصلة عملها في سوريا. المزيد في سياق التقرير التالي. مهما كانت المسميات الجديدة للتنظيمات الإرهابية فلن ترفع عنها صفة الإرهاب الدولي، هكذا صرحت الخارجية الأمريكية في أواخر عام 2016 في إشارة لجبهة النصرة آنذاك. واليوم التصريح ذاته على لسان الجهة نفسها يشمل اسم هيئة تحرير الشام التي تحاول إخفاء نفسها تحت أسماء عدة لتحاول إقناع الرأي العام الدولي باعتدالها. الإعلان جاء على خلاف ما صرح به زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني أثناء ظهوره الأخير قبل أيام، مطمئنا عناصره بأن تحرير الشام لم تعد مصنفة على قوائم الإرهاب بعد التعديلات الإدارية والفكرية التي أجرتها قيادتها وفق تعبيره. محاولات عدة جرت لإدماج الفصائل تحت كيان هيئة تحرير الشام، ولكن جميعها باءت بالفشل. ومع اليأس من توحيد جميع الفصائل أعلن عن تشكيل هيئة تحرير الشام في مطلع عام 2016 بقيادة أبي محمد الجولاني، والتي ضمت حينها جبهة فتح الشام وحركة نور الدين الزنكي ولواء الحق وجيش السنة وجيش أنصار الدين. لكن سرعان ما انفصلت معظم الفصائل عن الهيئة، كان آخرها حركة نور الدين الزنكي التي خسرت الكثير من مواقعها وأسلحتها بسبب مواجهات مع تحرير الشام على إثر الانفصال عنها. إذن محاولات تجميل الذات التي تمارسها هيئة تحرير الشام يبدو أنها لم تجدي نفعا أمام المجتمع الدولي الذي يصنف أفراد هذا التنظيم وداعميه على قائمة الإرهاب إلى جانب حزب الله وتنظيم الدولة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة عفرين القيادي في الجيش الحر مصطفى سيجري. أهلا بك سيد مصطفى. بداية، ما الذي استجد عند القيادة الأمريكية حتى تصف يعني أو تضع هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهاب، بالرغم من أن يعني هذه الخطوة التي أقدمت هيئة تحرير الشام على تسمية نفسها بهيئة تحرير الشام منذ نحو عام ونصف؟ طبعا موقع الخارجية الأمريكية كل فترة يقوم بعملية تحديث لقوائم الإرهاب، وقد كان قد ذكر سابقا في اللائحة السابقة أن هيئة فتح الشام عندما كانت تسمي نفسها فتح الشام ومن قبل جبهة النصرة، كان هناك توضيح بأنه مهما حاول هذا التنظيم من ممارسات بهدف يعني تغيير رداء الإجرام الذي لطالما ما تكرر تغييره لن ينفع، وبالتالي عملية التحديث هي عملية روتينية. ولكن هنا دعني أوضح نقطة، أنه لم يكن مستغربا عن هذا التنظيم أنه يسعى لاسترضاء الخارج مع استمراره في عمليات الإجرام تجاه الشعب السوري. من المؤسف بعد كل هذه التجاوزات وعمليات الإجرام أن المقاتلين ما زالوا يبحثون عن رضا الخارج. شاهدنا أن الجولاني يحاول طمأنة المقاتلين من خلال أن
المجتمع الدولي لن يقوم بوضع الهيئة على قوائم الإرهاب، والأجدر أنه كان عليه أن يسعى للمصالحة مع الشارع السوري، عليه أن يسعى لعلاج ما وقع في السابق من تكرار ممارسات الإجرامية تجاه الجيش السوري. نعم يعني الشعب السوري. نعم سيد مصطفى، أشرت إلى أن ما زالت هيئة تحرير الشام تريد استرضاء الخارج، برأيك ما هي الخطوات التي يتوقع أن تقوم بها الهيئة للتخلص من هذا القرار؟ بالتأكيد لا يوجد أي خطوات ممكنة الآن، ربما يمكن القول أننا في يعني الوقت الأخير لم يعد هناك فرصة لهذا التنظيم، يعني كل محاولاته طبعا ما ظهر للإعلام لم يكن المحاولة الأولى وبالتأكيد لن يكون الأخيرة. نحن نعلم من خلال مصادرنا الخاصة بأن هذا التنظيم ومن خلال بعض الشخصيات قد سعى في الفترة السابقة لإجراء عدة لقاءات مع الجانب الأمريكي، حاول بشتى الوسائل للقاء بعض الشخصيات الغربية سرا بهدف يعني كسب رضا الغرب، متناسي تماما أنه قد فقد الحاضنة الشعبية، ومتناسي أيضا بأنه لا يمكن الآن حتى لو كان هناك رضا من الخارج لا يمكن أن يكون لهذا التنظيم مستقبل في سوريا. بالتأكيد نحن الآن أمام مرحلة جدا مهمة، مرحلة إعادة الاستقرار لمدينة إدلب وما حولها، وبالتأكيد حسب مخرجات الستانة لن يكون هناك دور لجبهة النصرة في هذه المناطق، وبالتالي بعد أن تم وضع نقاط المراقبة سوف ندخل في مرحلة جديدة وهي إخراج التنظيم بشكل كامل. أشكرك جزيل الشكر سيد مصطفى سيجري القيادي في الجيش الحر، حدثتنا من عفرين. توصلت روسيا وإسرائيل إلى تفاهم ينص على إبعاد القوات الإيرانية المتمركزة على الحدود السورية مسافة 20 كيلومتر وعدم بناء أي قواعد إيرانية. يأتي ذلك فيما نفى رئيس النظام بشار الأسد وجود أي قوات إيرانية في سوريا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. مع اقتراب العمليات العسكرية من نهايتها في سوريا وفقا لما يراه محللون، تعود إيران وميليشياتها إلى الواجهة مع الضغط الإسرائيلي المتواصل المطالب بإبعاد هذه الميليشيات عن حدودها. الحديث عن الميليشيات الإيرانية تصاعد مع التصريحات الروسية المتتالية التي تدعو لإعادة نشر قوات النظام في الجنوب السوري، وعلى الرغم من التفاهم الروسي الإسرائيلي حول درعا وما حولها الذي ينص على إبعاد القوات الإيرانية مسافة 20 كيلومترا وعدم بناء أي قواعد إيرانية في سوريا مع حرية تصرف إسرائيل ضد القواعد الإيرانية بتنسيق مسبق مع روسيا، لا يبدو أن التوصل إلى صيغة نهائية حول المنطقة قريب. كل ما يروج عن وجود قوات إيرانية في سوريا غير صحيح، ولا يمكن إخفاء القوات الإيرانية لو كانت موجودة. تصريحات النظام حول الميليشيات الإيرانية بدت متضاربة، ففي الوقت الذي أكد فيه نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد أن تواجد القوات الإيرانية وحزب الله شأن سوري، خرج رأس النظام بشار الأسد ليدعي عدم وجود هذه القوات مشيرا لوجود مستشارين عسكريين فقط، أمر يتعارض كذلك مع تصريحات سابقة لحسن نصر الله التي أكد فيها على وجود القوات الإيرانية. قاعدة أو مطار التيفور في ريف حمص والذي استهدف قوات إيرانية موجودة هناك من حرس الثورة الإسلامية في إيران. كذب بشار الأسد حول وجود القوات الإيرانية في سوريا وفقا لتعبير مسؤول إسرائيلي، يفضحه النعي المتواصل للحرس الثوري الإيراني للآلاف من عناصره والمئات من قادته منذ بداية الثورة السورية قبل سنوات ثمانية على ما يقول نشطاء. وفي وقت تحدثت فيه هيئة التفاوض عن ازدياد الدور الإيراني في سوريا داعية الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للمساعدة على إخراج إيران والميليشيات الأخرى من البلاد، أكدت مصادر خاصة لحلب اليوم تواجد القوات الإيرانية في الجنوب السوري باللباس العسكري التابع للنظام بعد حصولهم على بطاقات عسكرية ومنحهم الجنسية السورية. الإصرار الروسي الإسرائيلي على إخراج القوات الإيرانية والرفض القاطع من النظام يفتح باب التكهنات حول مصير هذا الملف، فيما يتساءل محللون حول قدرة النظام أصلا على إخراج إيران من أي بقعة سورية.
أعلنت فصائل الجيش الحر في الجنوب السوري تل الحارة بريف درعا الغربي منطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها، وأبدأ الثوار في الجبهة الجنوبية استعدادهم لصد أي تقدم لقوات النظام والميليشيات الإيرانية من منطقة مثلث الموت، محذرين من وصفهم بعرابي المصالحات من ترويج أي إشاعات عن مصالحات مع النظام، ومتوعدين بتنظيف المنطقة من الضفادع النظام على حد وصفهم. يروي حسن الفاروق محاميد صاحب مقولة الحمد لله اللي أجت فينا وما أجت بالمدنيين، وهو أحد عناصر الدفاع المدني في مدينة درعا، يروي لحلب اليوم قصة إصابته عندما كان يقوم بعملية لإنقاذ المدنيين وهو ومجموعة من عناصر الدفاع المدني. الحمد لله. هذا عملنا احنا كغبات بيضاء ندفع ثمنها دماء حمراء، ولكن احنا هدفنا حماية المدنيين. الحمد لله اللي اجت فينا ما اجت بالمدنيين. طبعا انا لحسن فاروق محاميد من عناصر مركز 14 قطاع المدينة. طبعا انا من قولت الحمد لله اللي اجت فينا ما اجت بالمدنيين، ففعلا هذا الكلام انا كنت حضرته مصاب في قدمي، وفعلا هذا الكلام كان نابع من القلب. احنا وجودنا هون يتعلق بوجود المدنية، طبعا المدنية لولاهم ترى احنا ما نكون موجودين هون. ففعلا كان عملنا موجود يعني بكل إنسانية وبكل أخلاق اتجهنا على مكان الضربة، فشاهدنا في جرحى كثير، يعني في جرحى موجودين على الأرض، فقمنا فعلا في إسعاف جرحى الموجودين على الأرض. كانت أغلب الجرحى من عناصر الدفاع المدني. طبعا في الفريق احنا انقسمنا لأكثر من فريقين، فمن اللي لاحظنا انه في ناس مننا تصوبت مرتين، يعني مرتين انه حدا بتصوب مرتين. وينك يلا. طبعا كان في شهداء من المدنيه، وكان اصابات رجال الدفاع المدني اكبر اصابه اللي هم 8 اشخاص، يعني 8 اشخاص يعني اصيب من 10 8، فيعني كانت اصابه قويه للدفاع المدني، ولكن احنا بعملنا الانساني مصرين على العمل داخل هاي المنظمة رغم إصابتي. أنا كويس، فأنا كمهند حسن محامين رغم إصابتي كل يوم بمرق على المركز وبسير أمور المركز والأمور ماشية على أكمل وجه، فإحنا إن شاء الله يكون عملنا خالص وجه الله تعالى، عملنا إنساني. نشرتنا متواصلة مشاهدينا الكرام وتتابعون فيها بعد الفاصل. التمر الهندي والسوس والقطايف من المأكولات والمشروبات المشهورة في رمضان ومصدر دخل لدى كثير من الناس في الشهر الفضيل. يحيي السوريون عامة وأحرار حلب خاصة الذكرى السنوية 6 لمظاهرة تعتبر من أشهر المظاهرات التي شهدتها المدينة. ففي مثل هذا اليوم انطلق المتظاهرون من مختلف أنحاء أحياء مدينة حلب في جمعة أطفال الحولة احتجاجا على مجزرة النظام وميليشياته بحق أهلها وأطفالها. وتجمع آلاف المتظاهرين وجابوا شوارع صلاح الدين والأعظمية ثم سيف الدولة متوجهين إلى حي الفيض القريب من ساحة سعد الله الجابري وسط حلب ليقابلها النظام هناك بالرصاص الحي والقناصات، ما أدى لوقوع جرحى بين المتظاهرين. راموس بستال أصر كلاسة حلب المتظاهرين متجهين إلى مركز مدينة 1/6/2012 بدل على مجزرة حولة. شهيد، الله أكبر، الله أكبر، مصاب، الله أكبر.
حذرت منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من وجود فجوة كبيرة في التمويل المطلوب للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم. وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قال إن المنظمات الدولية متأخرة في تقديم المساعدات النقدية وفي دعم الحكومات والسلطات المحلية من أجل مواصلة تقديم الخدمات للاجئين. وأشار عوض إلى أن اللاجئين والنازحين السوريين يزدادون فقرا وديونا مع طول أمد الحرب، وأن مئات الآلاف من الأطفال يتسربون من التعليم، واصفا الوضع بالبائس للغاية. ردت قوات سوريا الديمقراطية على تصريح رئيس النظام بشار الأسد بالقول إن الحل العسكري للخلافات لن يفضي إلى أي نتيجة. وأكد المتحدث باسم قسد أن أي حل عسكري بما يخصهم سوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري على حد تعبيره. فيما ردت وزارة الدفاع الأمريكية على تصريحات الأسد بأن أي هجوم على القوات الأمريكية أو حلفائها سيكون سياسة سيئة، وأشارت إلى استمرار عملياتها المشتركة مع قسد. نقلت قوات سوريا الديمقراطية عشرات العناصر من الرقة إلى القاعدة الأمريكية في مدينة عين العرب بريف حلب لتدريبهم. ونقلت وكالة سمارت عن مصدر في قسد أن نحو 80 عنصرا تم نقلهم من مبنى البحوث العلمية جنوب غرب الرقة إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في كوباني لتلقي تدريبات قتالية إضافية ورفع مستوى الجاهزية العسكرية للعناصر، حيث يرجح أن يشرف ضباط أمريكيون على تدريبهم. اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة للإدارة الذاتية شبانا بريف الرقة بينهم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية. وقالت وكالة سمارت إن الشرطة العسكرية اعتقلت نحو 16 شابا من قرية العدنانية غرب الرقة لسوقهم إلى التجنيد الإجباري، كما اعتقلت 4 عناصر من قسد بسبب تخلفهم عن الالتحاق بمراكز الخدمة بعد انتهاء إجازاتهم. فيما تجددت المظاهرات في منطقتي المشلب والرميلة على أطراف الشرقية والشمالية للمدينة وشمالية الشرقية للمدينة، وطالب المتظاهرون خلالها بخروج قسد من المدينة وتسليم إدارتها لسكانها. قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الحملة العسكرية التي تعرضت لها الغوطة الشرقية كانت الأكثر وحشية من بين الهجمات التي شنتها قوات النظام وإيران وروسيا منذ عام 2011. واتهمت الشبكة في تقرير حمل عنوان صور الأقمار الصناعية تثبت أن الهجمات الروسية مسحت بلدات في الغوطة الشرقية من الوجود. اتهمت نظام الأسد وروسيا بتعمد التدمير الممنهج الذي لم يكن له مبرر عسكري. وأشار التقرير إلى أن نحو 3 ملايين مسكن مدمر أو شبه مدمر في سوريا، وأن 90% منها على يد قوات النظام وروسيا. كما طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم يمنع ويعاقب على جريمة التشريد القسري وعمليات التهجير، وينص بشكل صريح على حق النازحين قسرا بالعودة الآمنة إلى منازلهم. يختص شهر رمضان المبارك بالعديد من المأكولات والمشروبات، ويعتبر التمر الهندي والسوس والقطايف أبرزها، حيث تشكل صناعة هذه المواد مهنا رئيسية في هذا الشهر المبارك. مراسلنا في ريف درعا زار سوق المدينة نوى وعاد لنا بالمادة التالية. لا يعلو صوت هذا البائع إلا في شهر رمضان،
فهو يملك مشتل زراعي يعمل فيه 11 شهرا من كل عام، ومن ثم يغلقه وينتقل إلى ممارسة هوايته المفضلة صناعة المشروبات الرمضانية. مصلحة هاي والله كهواية ما هي تجارة، لأنه أني بشرب سوس وبحب أشتغله بس بشهر رمضان. مصلحتي الأساسية مشتل إلك شربة طعمها هذولا، عرفت علي؟ بس بشتغلها بشهر رمضان. العصائر إجمالا التمر هندي بنمرسه على إيدنا، والسوس من خمره إحنا قبل بيوم على إيدنا، الجلاب نستخدم إحنا السوري اللي هو الغزي أو الفرنسي. وبعد الإفطار لا بد من تناول التحلية، عادة ما يكون أساسه القطايف والتي لا تظهر إلا مع ظهور هلال رمضان. براء أحد صانعي الحلويات في مدينة نوى، تعلم المهنة من والده ويعمل بشكل مضاعف في الشهر الفضيل بسبب زيادة الطلب على الحلويات الرمضانية. قطايف بأنواعها، قشطة وفزق حلبي وجوز وجوز الهند، ومطلوبة برمضان يعني أكثر من صنف، وفي عصافيري، ونسوي أكلات عربية يعني، والحمد لله رب العالمين في إقبال بالوقت الحالي، ورمضان كريم الحمد لله رب العالمين. أوضاع شوي مضاعفة بس في إقبال الحمد لله. جلاب جلاب بارد. رغم ويلات حرب استمرت سنوات طويلة، يحاول السوريون الإبقاء على عادات وتقاليد الإفطار في رمضان من خلال تناقل عديد من المهن تنشط في الشهر الفضيل من جيل إلى جيل. مالك خطاب، حلب اليوم، ريف درعا الغربي. ومع هذا التقرير الشهي نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام لنهاية نشرتنا لهذا اليوم. يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إفطارا شهيا وصياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله.